على الافراج. هو ما راح يروح حكم مؤبد، راح يروح لهلا. شغل مايك طيب عشان شغال مايك. يلا القوم خصم انتم، يلا عيد وخصميات وش. الله اكبر، والله سعيد صدق والله يا ابو راشد. ليه يا اخي هذه الليله واضحه ليله افراح. بالعكس حاولت اعديها وعيت تعدي. اقسم بالله اني انتظرها من دخلت البرنامج يا رجل. نعم وندمت والله العظيم اني حزنت اني مهم معه. لا لا تبررها علي، انت تبرر تقول سواء لا ولا لا. هو طلع فيه طلع صدمني، دمه طلع ملون شويه. حربه مو الجلد، دم حربه دم ما يتلون. معلوماتك بعدين. هو ابو 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 نايف، ابو نايف. الناس في ناس تطلع، ناس خلاص تنتهي مسيرته. ممكن يكون هذا اخر ظهور له. لا ممكن هذا يكون اخر ظهور له بالشاشه. هو امس بشكل عام امس تحلف يقول والله اخصم والله اسويه قبل البث ودخل هنا وخصموا عليه. يا هذه قل قل والله العظيم اني تمنيت اني بينهم. والله العظيم شو السبب؟ ترى والله العظيم متعه، والله برايم متعة. تشويق تشويق متعه حماس يا رجال. شيء دلاله على عدم ادائك يعني. انا يعني يا ليت اذا بيخصمون علي 1000 او 2000 يخلوني اخوض هالتجربه الجميله. بتخوضها ان شاء الله. طب اسمع، وان خضتها وعلى وجهك ايه بقول راح جميل وباقي نص جميل الثاني داخل البرنامج. انا والله ما صفقنا. اسمع صالح صفقنا. لا 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 انا بصفق. صالح انت تشوف نفسك نص جميل الثاني؟ لا لا بعدني سؤال. انا نص جميل، انا جميل كامل. الله حبيبي. لا لا عيب عليك. ديم الدون وميسي شنو؟ الدون وميسي بس مع بعض يقول الحين. علي شو تقول؟ لا قلت مساك الله خير. تتوقعون عاد من يطلع اليوم؟ الليله راح يطلع الشخص اللي الاحق بالخروج. لا توقع. لا لا ما هو حق توقع. ليه؟ اللي مكتوب له الخروج. اللي مكتوب اي لا حق. اي لا ما هو حق. طيب توقع انتم ايش فيكم شديتوها؟ لا لا ما اتوقع. لا اتوقع يعني افهم افهم. كم تتوقع مباراة الهلال والنصر؟ يا اخي بس يا اخي خليني بسالك سؤال. انت تخيل طمر وسام انك مثلا اخوك ببرنامج. ها. حلو. وانت متوتر ومتحمس وتقول يا رب. انت حاطن امل في باخوك هذا انه ايش؟ انه يكمل الى نهايه البرنامج. طيب فجاه اول يجيك واحد غثيث مثل جميل. حلو. جميل العتيبي ايه؟ ولا جميل ثاني؟ لا جميل واحد ثاني. حلو. او مثلا غثيث مثل صالح يوسف. حلوين. حلو. طيب ها ويجيك واحد غثيث ومن اخويا بالبرنامج يقول والله اتوقع فلان يطلع وبيوم البرايم ليته يعني بوقتها اخر. لو بوقت اخر ترى مشي. يعني صالح انا شنو فكرتي؟ تخيل ان انت الحين هذه جامعه مثلا وانت دكتور في الجامعه وشدوك من اللي راح يسقط في الماده؟ فتقول له حق يعني في هذا انه ما ادى صح ولا لا؟ تجي تجيب درجاته 1 2 3 4 عشان امام الله سبحانه وتعالى. هو مقدر له ومكتوب اصلا من الاساس. طيب. قبل لا يدخل البرنامج. طيب. لكن انت لما تجي تبرر الامر هذا على النحو الشخصي ولا قدام تقول هذه درجاته وهو الاحق في الخروج. طب انا بسالك سؤال، هل دائم يطلع من برامج الواقع الاحق بالخروج؟ لا الاقل يعني أقل لو لو انه لو انه لو انه مو احق في الخروج فمعناته البرامج ظالمه. لا ما هو لا ما يا اخي في هي في درجات وسيستم وقواعد يمشون عليها. ما في شيء ما في شيء اسمه حق بالذات لا في تصويت بين السته. اي في تصويت يا اخي. ممكن واحد يصوت تصويت شنو؟ اسمع بين السته انا ممكن هو اللي يصوت. علي 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 يا اخوي ممكن يخدمني يا علي. قوانين علي ثابته من قبل لا تدخل برنامج او من قبل لا تبدي البرايم. بس نقطه واحده قبل لا تبدي البرايم علمينك ان قوانين دخولك البرايم والخروج 1 2 3 4 5 6. حلو. تصويت خارجي مفروض يعني مثلا تصويت من الجمهور انت داري ايش الوضع. تصويت من الاداره مفروض علاقتك ما عرفت شلون. طيب فالفكره وما فيها هو فعلا مقدر له قبل لا يدخل البرنامج. بس لكن لا انت ما فهمتني. انت طلعت اليوم بس انت ما فهمتني يا علي. انا اقول لك شغله. انا طيب يا طمر وسام جميل رجال عنده علاقات ويعرف ناس يزبطونه بالتصويت. الناس طمر وسام ينشرون له وكذا وانا مبدع. حلو. بس اني ما اعرف يا اخوي لان الابداع. هل اللي طلع جميل مثلا ما عنده شيء يقدم؟ الاحق ما عنده من الاحق فيهم الاحق في المبدع. الخروج مو لا مو المبدع يا اخي. البرنامج مو للمبدعين فقط.
للمبدع وصاحب العلاقات والشخص اللي يعرف ينسق اموره والشخص اللي مضبط القلب دعم زين عرفت. هو برنامج تكاملي من ست دروب يعني. اتوقع اللي بيطلعون بين الاربعه للاسف. ما ودي اسمي يعني. انا بسمي انا والله بين الاربعه للاسف وهم اللي يحبون. ما ودي انك تسمي فهذا ممكن اللي راح يكسرني اليوم. انا عارف اللي خاطرك ابو نايف بس انا اتوقع بين اربعه بين طبعا كلهم غالي لكن اتوقع بين اربعه سلمان طيب. خالد هادي هادي سعود الحشر يلا ضيم على هالمرض هذا لا ان شاء الله باذن الله ان شاء الله انا اتوقع انت توقعك هذا غير صحيح ساتمدد الى 90 لا طيب لو اقول لك ازيد اثنين خلاص توقعت البرايم كارد اي انا اقول عادي فمو في النهايه اتوقع بس والله العظيم اليوم بزل انه نوم الشلافيح ها ايه واضح الرجال شايف واضح نوم ما ادرى عن الشلافيح ولا شيء نوم نوم اللي ما ظلم لها احد ايه حتى يوم جاب ينام يقول احنا ينام وحط راسه بكمه واحد تخم النوم عينه وتخطيه لا وبعد قال شنو نومه على كف وكوع مدري وش انا اشهد البارحه يا حسين مركاي كوع الله عشان هذا الفجر يا حسين يا ويلك بس اني جاي اسمع دوفيه كلكم صحيه ها ما في احد في البرايم منكم انتم صح؟ لا الحمد لله احنا متفرجين ونشجع متفرجين ام درج صدق عادي مشكلة اليوم من اسعد الايام عندنا والله جميل يقول ليلة عيد اي جميل 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 عنده اسعد انا اعتقد باني شكلي ببدل النظرة الى نظرة جميل والله ليلة عيد حبيبي انا اشوف انها ليلة عيد بعد بالله اتمنى من يعني انهم يجهزون حبوب قولون حبوب مغص شيء لان ممكن احد يجي حاج ما ندري عنه وحلويات ممكن هبوط سكر ملح علبه الملح يمكن هبوط ضغط ابى جاهزين احنا لن ارضخ فرقه الانقاذ عندك هي فرقه الانقاذ عانها قدامك هذا بيجيب الملح هذا وهذا دكتور بخليكم وانا بخلك ببيتين انا بخليكم تنقذون انفسكم قبل تنقذوني انا ها بيتين لا 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 اول لا 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 وش ذا وش ذا يا ولدي يا ولدي وش ذا يا ابوي لا لا بالله 360 فر دوره لا 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 يا سلام قاعد يبهرني والله الله حيه يا هلا مرحبا حياك الله كيف اموركم كانك انت بي حاجه من المطبخ بس عززنا لك وجيت اي انا مشكلتي خفيف اذا سمعت عادي تقدر تروح تخلص شغلك محشوم خلاص عززتني خلاص اي تعال تعال والله المفروض ذا براي هذا والله صد اي والله لا عز الله نجم والله المفروض براي لا ومسوين مرد لا ما تخسر وش يسوي غير انه يسوي كاس قهوه وش سوى وش سويت يا مشعل غير المركز الاول وش ما سويت قهوه فريق يسمع عليك انا دافع عنك زعلني ماخذ المركز الاول في التمثيل ماخذ رقم اول في العكس اعطيه زعلني والله لا اضمن انك تجي في البرايم بس اصبر علي انت اول واحد ابيعه في هذه الغرفه ايه والدليل اليوم الصباح بتشوف وبتشوف صدق انا لو اعطاني طول العمر وجلست هنا هذا لازم ينباع جميل امس باع هادي يا ربع انا تدري شو بسوي لين جميل لين جميل ناوي كم شخص هنا يا ولد عشان اخذت الموضوع ضحك ومضحكون علي احنا ماخذين ضحك بعد عادي ضحك بخصم عليك 500 ضحك سعود عندي لك والله ما شلت في خاطر سعود انا عندي خطه تدري وش بتدبس بجوال بتجيب جوال حلو حط جنب الاغراض حط صورته حط صورته خلفيه صورته خلفيه عرفت ونحط الجوال وندبسه تذكر ونبلغ عليه ونبيع ولد تذكر خوينا اللي صاد الجوال يجحد مو بجوالي مو بجوالي يوم شحنه شغله ولا صورته خلفيه نواف بعد صباح نواف امس يقول البشتي قاعد اشتغل البشتي يقول ما شفته قال يا جهاني البشتي راح البشتي يوم جاء ايوه هو بعد خلفيه لا بس هو طب اسمع جميل انت حاط صورتك خلفيه لا من مجرح اليوم قلت له حط صورة سعود العتيبي جاهز اختبار ها تبون تسافرون؟ لا الها مستمتعين اليوم عيد هنا والله نعم ما تبون تسافر يا سفر تعال سفر لا لا بعد اليوم لا اليوم يقول فيها تمثيل ها فيها كومبارس ايه مساء النور
فاليوم احنا مستمتعين فقط ننتظر بتلهف من راح انت معهم بالبراي اي معنا صح ايوه الحين معنا نسبه خروج ما عندك انسانيه انت يا جميل ها ما عندك انسانيه والله لا عندي واقعيه وليست انسانيه بعيد طيب الحين واقعيه انا الحين في واحد انا تدري خطر كونك استمتع تدري من يوم دخل واحد خلف الباب اني من البارح ما استرحت والله امنيتي كذا اول واحد نايم انت والله ان اخر واحد نام جالس انا وصالح من هو؟ ندري بالله بالعكس لقيت يا والله انك اول واحد اي صح هذا حرام عليك اول واحد نام اول واحد نام طيب اكيد من الهم يعني لا الله من القهر ما استرحت ورقت بدري عشان ما عاصر لك يا راسي قبل احنا لا صارت لنا مصيبه نرقد على البيت ننضرب وننام ايوه لازم لا والله ما يجيني النوم لين القى حل القى طرف حل والله ما نمت والله ما نمت طيب اللي خلف الباب حد راح عطى اكل عطى عيشه عطى شيء هو حي هو ميت ولا من البارح مقفل عليه هل تدعو الى امور غير قانونيه لا للاسف كيف حل البرايم ادعو الى امور عقلانيه مثل انظر للامر من عده نواحي انظر ما هي الحلول الموجوده تقصى حولها وابحث وعندما تجد راس الحرب الدبوس راس الخيل يدق ردف ضعه في المخيط ونام القم ثلاث شو اسمه ابشرك خاصم ثلاث يا حلوه ابراهيم هو ابراهيم اصلا ايه ايش كنت بقول هذا مع هلا هلا بالبرايم هلا باللي راح يغادر الليله هلا بزميل البرايم مرحبا ايش قفل المعلم وفي تبجيله هو اللي يطلعك مبراك هذه الاخلاق اخلاق البرايم اخلاق البرايم 17 يوم ما سلم سالفه اللي شلون تخلونه ويسلم على ربعه طيب قدام الله يظبط لك طيب مرحبا راضي الله يسلم عليك حسن لا تخاف ما راح نصوت لك مني فايده ما انت مزبط انت يود اليوم يود من دخلنا البرنامج مسفر ما عمره تكلم بعد الصلاه غير شفت يقول البارح يقول يمكن تكون شفيع علي اطلع البرايم لما اخذ من الكتاب يا رب يا رب كيف الحال حياك الله شلونك طيب وين الكاسات يا ماتشي ماتشي ليتس My brother is Kentucky. تعرف Kentucky؟ Kentucky يا ما تعرف الدول قصدك المطعم؟ لا 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 دخلوا برايم والله يا رجل تكفى سلم على هادي الأخلاق القهوة القهوة والله والله مشتاقين مشتاقين امايزن اوت ابو حليف ارحب ابو حليف نبي نغير قائمة البرايم تكفى اوه جاتشي ابي انا جاتشي ار يو ويرينج جاتشي 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 انت صار ايش دخل حبيبي تبغى تهبني ها خف ايش رايكم في مقولتي اللي تحت؟ ايش؟ احب كل بقر تشهد حتى حمار حارتنا حتى حمار جرتنا انا شوف انك يعني خطك والعرب تقراه ها؟ خطك والعرب تقراه لا اني باقي ما باقي ما ما في ويك اب كيف مصطلحات مجنون ولا يعني تمزحها ولا ترى يمكن يمسح فيك البلاط لا 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 كيف حال الشباب؟ اداريين اداريين طبعا خير الحمد لله لا لا بقر حمار بقر حمار كيف النفسيه بالله؟ مملكه الحيوانات قريات ولا فقريات؟ مشهوري متكشنه حتى انا وياها عيد عيد يا خلاص اخذوا خاطر عيد يا ولد عيد اليوم عيد شفني متكشف بيض الله وجهك من اليوم اقولها يقولون هذا جميل وهذا احمد حنيف انا شفت الحين انكم انتم تبون اخوياكم يطلعون علي كنا نتمنى منكم مقاطع على اساس اني لا لطمت هنا انك تترجع ابنوح ما انت ورانا ورانا في كل حته قدر الحزن ما بعد معكم السوالف ونسر بالليل سوالف والزاد والملح انت رايح رايح لا تقول لي للامانه تدرون تدرون لا تقول ليش كلها من سبايا فهد لماذا فهد واي كلها من سبايا عيال انا بعلمك ليش انا مستانس اليوم لان في احد بيطلع ذا اليوم لانه لون فيها خير كان الله ربي بيعوضه ان شاء الله
لا ما عندك ضمير يا محمد العلاء. لا كبير ولولا كلام تعدى السقف. يلا انا ابراهيم خليني اسولف. سبحان من خلق وحش. سم سم هادي ابراهيم. هادي ابراهيم يا عيال اللي يدينا بلما مو مثل يدينا بالنا. صح يا وي يا وي خذ اسكت. طاير طاير مرتفع على وقت يا الربع. ترى المواساه بالحزن تعتبر من الامور العظيمه. الخلساي يوم توفى اخوها صخر كانت تقول ولولا كثرة الباكينة حولي لمت من فرط الكفاية أو شيء. طيب نبكي حوله. لا يا أخي يعني على الأقل قد الحزن الشخص اللي قدامه. واجي وأنا رجعهم رجعهم الله تفتح يا عيال يا سعود. بما دقيقة بقول كلمة بس جالس أنا ذنك أنا ذنك بس كلمة كلمة صدمة. وش بيطلعون أخويا أنا يا سعود حزين. سعود حزين. أنا والله شوف حزين. أنا سواء يعني بكيت ولا ما بكيت أنا ما يهمني هذا الشيء. سواء بكيت ما دقيت الكم أتكلم عنكم. سواء بكيت ما دقيت الكم سواء فرحت ما دقيت الكم ولأني بقعد هنا 90 يوم على تبدك. وأنت هادي حزين تصريح حزين من الشتاء ولا حزين من إبراهيم يا طيب. خلنا نغنم بالكويت إن شاء الله. جميل غنم بالكويت ها. يا ولد عالي عالي تزديد وتقارب وحزني قبل ما تطير تهيأ للهضاب. لا لأنه غاثي كان عنده بوتنشل. ايه كويس كان يقدر يكون رقم واحد. شنو سوى هو؟ شنو سوى؟ هلا هادي ما عاد البرنامج حق في هذا المنبر. هذا المنبر اسلم. احب اقول لك انا هذا بالرباني قاعد لك انا 90 يوم. كفو كفو كفك يا هادي كفك من بيت سلام خلاص ما في احد في البرايم اجل عارف نظام كلنا بنرجع مش عرفت مش عرفت ما عندي حيل. لا لا بيني وبينك تصريح جريء جريء. كفو والله تهيأ للنقاط اللي تصافك في شراييني. الله ولد في فرق بين الجريء والواقع. خلاص من الحبحاب انت تجلس طبقت شنطتك. طيب في اللي قالوها يعني مين الجريء حتى لو اطلع هنا لاني راجع. شوف ان هادي انسان طيب يعلم ما يملك ورجال الى الان ما قدم 10% من اللي يملك بس حاير يدوج وينام بالكوفشنت روم بس ما سوى لك شو 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 هادي لو طلع من يبكينا باذن الله هو بيمدح كل اسمه. اسمع هادي ويخرج كل ما بيدخله يا هادي. شوف 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 علي علي تدري مسيره اشخاص برنامجك تدري يا علي لو هادي طلع انت راح توقف مسيرتك. اتحاد انا طلعت داخل على طول يبا بسكوت. يا هادي هادي اني راح احزن داخل على طول يبا بسكوت. ايش اسمه؟ بسكوت. عشان قلت بسكوت ما اعطيك. هو داخل عطم على ما يشغل ما ما هو بسكوت. ايش شوكليت شوكليت وصخ وصخ ايش وصخ وصخ شوكليت. سلام عليكم. لا زين زين نظف ارمى ارمى. يا الله يا كريم من ايه اذا طلع هادي علي ما بيصير الشاعر علي العساف. لا بيصير شاعر جرح الهبد جرح ال لا جرح الهادي. فهمت ولا فهمنا ان شاء الله بسعدك يا ماكل السنيكرز بيعطيك كذا. الله لا 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 عشان يا هادي خلاص اسمع دنا ابيات خروجيه بهادي. لا خليها معلقه خليها معلقه معلقه معلق هادي طلعت خل هادينا معلقه. لا هادي راح وانا ما راح وسحب شنطته ومشى مشى شعوري دليله غالي كيف الرفيق يترك رفيق كيف الحبيب يشكي الله العظيم اللي ما دقلكم ايها ذوق بعضل لي الكلام كلام ذلو شو أبيك الكلام في واحد يميني الكلام في واحد يميني الفراش أفرز وطلع منو الشيخ هذا غلط أخطيت والله يستاهل الشيخ يستاهل 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 في واحد يشاري كل يوم أنا ويا حزن ترعي ترى هاي يا فرق يعني ما بين الحزن والفرق هذا أفرز وطلع هذا أحزن معه ثم أفرز وطلع. وانا بالاول بخير واحد يسار هناك عرفت كل شيء اسكت يا شباب ترى هذه قمه الموازنه هذه قمه الموازنه وهذه الوسطيه وهذه يدعو الى الوسطيه لانك انسان موجود ومتالق وباذن الله ستستمر 90 يوم هذه كلها وعينك تشوف ولن اكون وحيدا من دولتي وانت باذن الله ستكون الله الله مش 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 اخوي قاعد تسلم ما شاء الله هذه اول مره اشوف وجه فوق ابو شاكر هذا ما عشان ما اقدر يجلسون يسولفون 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 ما في اي فضفضه اي اذا خلاص قد الساعه 10 10 ونص لفوا قالوا احمد قلت ممكن تسكت ممكن تسكت نذر لو ما تسكت بعدين قالوا ليه ما تبغى احنا نفضفض قلت شو شال هاك من صباح وانا انتظرك تفضفض
يوم جاء الساعة 10 تفضفض. لا مو ضحكة. أحس منك إن ما أنت. أنا أتوقع جست خلصه. إنه ما أخذ كل مكب. مكب لهموم. جميل قطعنا علاقة فيه. ليه؟ قطعت العلاقة. مع أنه كان. مع أنه كان يرقدنا ويقولنا قصص. الرجل المهم. قصص. قصص. عاب. أبو سارة. مرحبا. مرحبا يا ابن العم. ارتاح. ابشر والله بعزك يا مرحبا ترى حبا. لا مو ابراهيم مو ابراهيم صالح. وين اخلاقكم ال 15 يوم اللي راحت؟ معجب القحطاني عبد المحسن العبيد. ايوه طالب الطب انت؟ سي جميل محمد ال دنعه يا ابن الحلال عصفط ابو علي ابو صالح بلوي صالح بلوي صالح بلوي حزني يا شباب هذا هذا السلام الاغريقي تعبت خلاص هاي ممكن اداور موجود ترى السلام هي لكل واحد تمام عبد الرحمن العزيزي موجود والله صدق اي بوي ابو علي ابو اول مره تسعى طابقين سعود الحوشاب ترى لو تفكر فيه ابراهيم ابراهيم نصفر السعدي ترى اليوم ابراهيم واللي معرف الصقر شوي هو ابراهيم اليوم هو سعود الحوشاب وباذن الله وراح يطلعون تي تي طيب يا الربع بحكم ان في ثلاثه ابراهيم هنا يا حبيبنا يا استاذي دنعه قلت له والله يعني ما فهمت اللي بيكلم احمد يقول لك الكلمه اقولها بالله تقرب لي اسكت طيب في فقره الان في فقره الان اسمها حزني لا 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 في فقره اسمها حزني انت بضرب لك عين وحده وتبكي خلاص واحد من الثلاثه يطلع يفضفض يعتبره اخر كلمه من غير شر يلا اخوي هذا اللي بابراهيم نبدا باخونا سعود الحجاج سعود الحجاج تعال تعال هنا سعود اطلع ابراهيم ايش تصفقون لا هنا قلنا فضل ما قلنا علي مع علي تعال سود سود والله شو اسوي فاسال الله ان الله يبلاك يلا يا رب افضل 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 يلا يا رب انه يضحك على عيني هذا وين راح مسوي ليزر يلا يا رب خذ حقي سافر ولد ايش عيونه صغار ادنى ما دقها ها هي عيونه تقول استغفر الله يا مسلم انت تقول يا عيونه ها والله والله هذه بطيخ غالي ايش اطلع بتهدف حتى انا قلبي بيتكسر افضل في مكاني ان شاء الله لستة الصبح بفكر فيك تابني بسكة وصادي تفوت انا على تكة ومش مبسوط حد يقول لي عامل ايه حزني عليك ليه من يوم ما قابلتك وانت لا لا انا تحت تحت قلبي انا اشوف ابو يوسف عطرة شغله مهمه عطرة اغنونا حاجه في البراي الله يبقيك والله ما تقول والله ما تقول يا حبيبي يا هذا اسمع عندك اليوم كم واحد براي لا اي خليك من هذا تشوف تختار لنا واحد اختارنا واحد لفقرة النشدة أنا وأنت نمسك فقرة النشدة تختار من الستة واحد النشدة لا هي اسمها كذا النشدة نشدة عشان احنا نشاي ايه ليه لا نشدة نشدة من نشبة فهمت على وزن لا لا نشدة من نشبة هذه لازم تفهمها أنا ربطت الربط هذا أنت شفت كيف شفت كيف أنا سويت فيك؟ نشبة؟ شفت إيش سويت فيك؟ والله هذه حلو هو شو؟ صب صب يا رب تلاقي مليان لا 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 والله لا صب لك حلفت بالله خلاص خلينا نشوف حلفت بالله ارحب فهمت علي؟ اسمع مرحبا اختار لك من الستة واحد نمسكه في الجلسة المعهودة الجميلة مرحبا مطلق ونبدا مع الديربي نبدا مع الديربي اللطيف برافو برافو عشان ذا سته يا اخي ما هم ما هم يعني شلون اقول لك احنا عشان نطلع شوي يعني للموت شوي والله العظيم شبع انا ارشح سعود 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 عشان والله جيد جيد ترى العلوم كلها والله جميل
لا مرحبا. لا لا الله يهديك. ايش اسوي الشعور اليوم؟ شلونك؟ طيب كلام ماسك. طيب شوفوا معد غير. خلك دبلوماسي. الله يسلمك. هلا والله. هلا وجاهم. ابو جاهم. شعور اللي ببالي. شعور اللي ببالي. برا بقابلهم ما في شعور. قربوا من الفضل. إيه لا. محزن. هذا رد دبلوماسي يا عيال. يا ولد ايه. اجلس انت برهني انت انتبر. وانت قاعد تقعديني يعني انت حزن علينا شلون انا بحزن عليكم دايم كل ما لس نسمع يعني ابو يوسف قررنا بمجلس اداره النشده نشعود قررنا مجلس فقرة اسمها النشدة حلو لا لا مو بالحين مو بقدام شاء حنمسكك في زاوية بعد صلاة العشاء إن شاء الله وش اسمه تجهز مساكم الله بالخير يا رب تحملنا ما حد سمعك تحملنا ها جاهز جاهز والله ما حد سمعك إيه ترى أسمع أغانيها وفي الذكريات وتنطرد مو على العين لا رديتها إيه ترى هي ترفت ما هي مثل باقي البنات لا بنت حبيبتي لي زمان ما جيت اسمع اغانيها وفل الذكريات وتمطر دموع العين لا رديتها هي ترفت ما هي مثل باقي البنات كل القصايد لاجلها سويتها بنت الرجال اللي لهم وزن وثبات وفعولهم في المجد ضايعه صيتها حلوه ومن زود الغنج زادت حلا في ذمتي لو تنوكل كليتها تصدقون الله يرزقني الثبات احسد جميع اغراضها في بيتها دايم تفاخر بي امامه الأخريات وتحفظ صوري كلها بديتها واذكر توصيني إذا جاني الممات ما أحب وحدة كثيرة ما حبيتها وأنا بعد بوصاتها وأنا بعد بنفس وصيتها بالوصاة ما أحب ما جمعني في الدنيا يا ليتها بالآخر يا ليتها يا سلام صالح البلوي هذه قصيدة تجيز القصيدة تجيز القصيدة صعب دمك تجيز صاحب القصيدة ما نقوله ما نقوله جعلني نذرك طيب انت مرة والله انك طيب مرة والله ما نقوله والله ما نقوله والله ما يحافظه ليه ما سويت قصيدة غير ما برضو ما حتمه لو انه خاصم علي والله لا تجيب والله ظني انا مو متوعده واحد مضحيه قابلته في الربع يا الربع حد عنده صفر يا الربع ما شاء الله بالخير عزي من ضاقت عليه اسكت 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 ابو حصريه في سناب اسكت يا مقفص مساك والله بالخير يا الربع مساك والله بالخير يا الربع ذاك الله بالنور يا مضحيه ارحم ايه رجال ايه اتقلب مساك الله بالنور يلا اصبر يا ابدا في ناس بتطلع برايك كل مساك الله بالنور مساك الله بالنور صلوا على النبي صلى الله وسلم عليه وشنو قولوا لا اله الا الله الله يجمعنا في جنته امين بلا سابق حساب ولا عذاب امين انا قلت مساك الله بالخير بلشت يا الربع اليوم بيطلعون خيانه من البرايم اعطني موضوع شيء نبدا مع هادي اسلم يا هادي عندك كلمه بمناسبه الله يستر عليك ظهورك بيروح انا عندي كلمه انا اللي بيطلع له علي اللي برا يا عيال يا عيال كل واحد يعطينا كلمه واحد البيرح توصف شعورك اي الحين ظهرت لنا سوا عندي اللهم لك الحمد مع اني والله اني فيه جمهور برا ما يبيني اطلع وان شاء الله اني بجي قد الهقوه لا انا ولا اخوي انا بنرجع باذن الله ان شاء الله سعود وش تراني ماني بطالع؟ والله يا ابو هاب بالربع احسبها باللي تحسبها طلع ماني بطالع برجع انا وانت سعود وسعود الحشا عندك المايك اجلس زين الله اني قد علمت اي رسمي فسحه احنا اني اتحاكى خلاص يا محمد صح اطيب عليك طبعا انا اقول سواء بقيت هذه خيره وان طلعت خيره اما الفراق ما بها فراق كان ابو هرق وجيكم اهلا اشكرك صراحه جزاك الله خير جاب معجب القحطاني بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله اما بعد عن
سوى لا لا خلاص نرجع عنونا. أما بعد فلن تخرجون من قلوبنا ولن خرجتم البرنامج فتبقون هنا. ما قدر رشيد لكلهم للجميع والله بكل حب. لا لا بكل حب هذه حقت زياد. أقول اللي بيطلع والله نحن بنفقده، ولكن والله أني أتمنى الكل ما يطلع ويرجعون، يعني إن شاء الله 10% ولا 20% ذا النسبة اللي قالها سعود أنها تتم ويرجعون لنا السبعة كله. أستاذ عبد الرحمن العزيز هذا الليلة واضح عليك حاول تعديها. هي تعدي مبسوطين. وش اللي لا لا احساس لا احساس احساس ان شاء الله شهر جديد ممتاز. شوف يا طامر رسام طبعا كان ما اقول الرجال اللي طالع اليوم حلو اقول يا طامر رسام اخيرا لك يا رجال وتفتك والله من الازعاج وتفتك من الناس اللي ما تخليك تنام وتفتك من الناس اللي تبلش يسعد الدنيا. ايوه يا رجال وبتاخذ جوالك وبتهلها قل بتهربني جوال عادي قلها وتزبطنا بجوال وتزبطنا بجوال والله تزبطنا بال بان بانة النوان. ايوه اخويا كب عشاهم تفضل بعد الوقيس والله الصراحة فراق كل واحد منكم موجع وراني هاجيكم صوت خلني يصير خلي يصير الموضوع جدي. والله من ما قلت والله اني صاد شان هي والله فرق والله فرق الرجال. اسكبس كبس لما ابو دنا ابو علي ابو اشو نقلتها اشو نقلتها بغيت اجيب العيد اشو راح احسبتك لك خصم فكن يلا. ولكن اسال الله كان فيها ان يبقيهم معنا في هذه القناه وان كان فيها شر لاحد المتسابقين فإن الله يجعل ربي يأخذه ويعوضها شيء أحسن منها إن شاء الله. طالب الطب دكتور و ف... اليوم أنت ما خلصت ما أنت خلصت واللي بيطلعوا يا محمد زن زن واللي بيطلعون يا الرابع ما قلنا فضفض يا ابو ممكن تسكت أنت وياه قمعوه يا عيال قمعوه وأنا كذا يا أوكي. فاللي بيطلع ترى عشاء ان شاء الله بكره عندنا في المكان ده وعلى على هلا التمر تم تم وهذا وجهي دخلت اصلا عشان كذا انا ضبط وهذا ابو وعس تعال لازم الرجل يكون حاش اجلس اسمع قام اجلس اجلس هذا زنت تقول معلش هذا الربع قصه في قصه لا لا اللي بيطلع السبعه فاحنا طالب اقول خلني اقول اجلس طالب الطب عشان كله احنا عصب كف اللي بيطلع بينفعنا برا واللي احنا داخل احنا دونه وباسمه وان شاء الله ان شاء الله ان ما نتونا عنه هذا انا او سلامتكم الله يسلمك ابشر ابو احنا وانت صلوا على النبي اللهم ابو حنين حاب اقول اللي بيطلع الله يستر على جدتي الله يستر يعني الله يستر عليه طيب واذا بقى مرحبا الله يعين عليه ان جاء له حب وان راح له حبه اسميها هذه لو طلعت لم تحزن يمكن يلحقها حزن ولكن الدنيا ما انت بتموت بتروح الهلك هذه ربع عشان يكون لا 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 الا هذه الله يرضى الكويت الله يرحم والديك لا 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 والله اني بطويل المستقل وافع الناس على العلوم صالح اطلع النبي اسلم اسلم أول شيء يقولوا لا إله إلا الله أنا لازم أقمع انطلعنا خلاص خلاص أول شيء كان حنا اللي من الطالعين من السبعة يكفي في بركات من ذا البرنامج معرفة أن مثلكم وشراكم هذه الأولى الثانية هذه ربي كاتبه سواء لي ولا المسفر ولا السعودة ولا الربع الباقي لا لا مرزي أنا هذا ربي كاتبه وما سمعت له فرصة هنا
لها فرصة أكثر وأكثر وأكثر. العمر الخير برا وربي يرزقك لو إنك وين ما كنت. يا أخي هذا أقسم بالله. الله يرحمه. والله يكتب اللي فيه خير. أنا في جروب ده. إن شاء الله. حتى والله يوفقنا وياكم التوفيق الطيب. إن كانها خير فجأة إني موجودة كانها شر. طلع. الحمد لله. والحمد لله على كل حال. يا رجل حزني والله كلامي يا رجال. والله اثر فيني. خليك ايجابي تكفى. وقع في النفس. والله اثر حبيبي. انا عارف شلون اقلب الموزه. والله اقلب الموزه. عادي اقول كلامي مره ثانيه. السلام عليكم يا ربعنا، والله العظيم ان هذه اللحظات هي لحظات يعني لا تشترى لا بمال ولا بحال ولا بوقت ولا باي امر. لحظات الفراق اي لحظات الفراق شديدة جدا، وخاصة إن كانت من طيبين شرواكم وأنتم خيرة من أعطانا الله سبحانه وتعالى في هذه الدنيا. وأملي ورجائي بأن يكون هذا الخروج هو بداية ودخول إلى عالم الإبداع والتألق. فإن كانت الليلة هي ليلة الفراق تأكدوا بأنها ليلة وداع فقط، ولقاءنا قريب بإذن الله. وشكرا على كل أمر، وأتمنى أن تكونوا يا أصدقائي المقربين لي أن تكونوا جروبات دعم لي كل مبدع موجود بعد ما تطلعون. والله يوفقكم ويستر عليكم ونشوفكم على خير بإذن الله في لحظات قادمة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وتحلقون في سماء الإبداع. أبو نايف كان من المغادرين. أبو نايف الله يوفقكم. ها كلا ولا لا يا سيد يا هلا يلا حي تعال مكان والله ما ترك البيت لاجل يرجع للبيت يا ابو جابر كان عنده شيء والله ابو جابر كان عنده شيء لا يا غايه ابو جابر عنده شيء هلا والله قطعك الرب من لاني باخذ مخدة وانا فرحان لاني باخذ بطانيته انا سرير والله اني ناوي على المخده من الصباح اول شيء يا عيال اسمعوني اسلام ابو عبيد اول شيء يا ريدين ادعوا يطلعون اثنين آمين طفرين مسلح آمين وبطانيات صح ولا ما بصحيح صحيح الاثنين هذول بيطلعون يروحون لهلا الله ما رايحين عند ايه هم مروحين للقبر ومصيرهم بيموتون لا 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 اسمع يا ري عسى يطول بعمارهم يا سلام اي والله مصيرهم قابلين فالله يسر عليها من منكم بيطلع يا ري جديد ان شاء الله الباب فاتح احمد مفرح انا اتبرع مسفر انت يا ابو انت لازم بيك شوي بس لنهايه الشهر مسفر بيت ببق سياره برا لين نطلع الربع وصاتي كاني طلعت ولا ها لا ما عليك براي هسلم طلعت ولا ها مسفر ترى انا اتبرع له بمخادتي وبطنيتي وفراشي الله يبيض وجهه هذا الكلام صحيح هذا اللي تبكي عليه هذا اللي تبكي عليه يا ريدي لين ويش تبرع بمساله بطنيه وكرسيه ان شاء الله انا اذا طلعت براي اعطي مخادتي وبطنيتي وشاش في لا اخس واحد عطنا مشكله عيني عايز اطلع انت نفسك ليه تطلع انت من السته اقصد من السته عطنا مشكله يا مسفر يا مسفر وش مشكله عيني الحمره ايه كيف حمرت عينك لو انتفخت؟ هي باقي حمراء؟ اكيد انه في سبب. كان ياكل شرب شطه. انا ما ادري والله نذكر اعطيني سبب. اي اعطاني اقول شيء ثاني. مكثر شطه؟ اسود. احيانا فيها عقل احيانا دقيقه اسمع انا اتكلم يا ابو محمد. من العرك او حشره لا سمح الله. او أنا خلف الباب. الجالد خلف الباب. أصلاً والله لا. والله حكري. والله. عارك. حساسية قصدي. الغبار. الجالد والله. منا ما يصير يصير. تتقبل. ما توقعت والله. يوم حلا ومنا عليهم فعلًا. ممكن الغبار اللي هو الشجر. لا لا سبب الثالث. سبب الثالث رسمي. ما لقى أحد وياه. ايش حالك مننا عساك طيب ماجو اسمعك يلا تدعي نفسك خلاص صباح الخير ايش عساك يا رجل المغرب بلاش اليوم اللي بيطلعون والله الربع انا ماجو توفيق انا والله انسان حساس
ومن الممكن أول واحد عني فداش على ما قال. بس إن كان راح فالله يحفظه ويستر عليه ونكمل إن شاء الله مسيرة. لكن يصور هذه باقي. صباح الخير. أتحاكى أنا أتحاكى أتحاكى. عرض ذاكر يقول صباح الخير إيش حاسس. أتحاكى. أعطى الكلمة لأني تعبت. ممكن تسكت. ممكن. أول شيء الله يهديكم. الله يهديكم ترى ما تدري حتى اللي خلف الباب يدور الزل يمكن اللي طلع ذا البرايم انه يرجع من التصويت لا تسبقون الحدث وترى صدق يعني اذا الواحد استمر هنا رزقه واذا ما استمر في هذا الشيء المقسوم له العدل المده ذي من الله سبحانه هذا اللي بتفيده ابو والله صدري حزن ما ادري شوق من البارح وانا احس بملل والقلب في حيره بغيت النوم قال النوم لا والله علي مفوق ما ترقد لانيات الصبح وتغرد عصافيره طيب طيب يا غايب وش يسببها الغياب بلا عذر مسبوق شغلت البال ما حسيت فيه وزدت تفكيره شغلت البال ما حسيت فيه وزدت تفكيره أشحنت الرجال الله يصلحك يا ذا أشحنت الرجال لا إله خلاص خلاص يا محمد 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 أدنى ماله قلناك هتغني هو جنبك خلاص يا محمد جاله والله بعمري خلاص 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 في سالفة خلاص هذه يا ريجي الشافعي ذي قبل كنت 9 سنين ايوه حولها كنا نلعب قبل 9 سنين انتم 9 سنين نلعب كوره احنا والعيال ايوه صغار كل ما نلعب كوره مر عندنا هندي يمكن عمره 50 ريجي مدري 60 حولها وشفته واحد يلعب الكوره يجي الهندي يخانقه يبطه بالعصا بطه الهندي جيت ازعله بطني معه الزبده ما يبيها ها روح هذا الصغير ذا وعلم اخوانه وعلم العيال يمكن اعمارهم 20 21 ها هذا ذا المغرب الهندي راح ويجي بكره كل بؤهم يتحرون الهندي يمكن 30 واحد على هندي واحد يوم جاء الهندي عند كفيله بيعشي حلاله ذا تعالوا بطخ ويجي اخو الرجال ذا يمكن يريدي بحطبه كبره كذا ويسوق الهندي على كتفه حطبه ولا بلك حطبه ويسوق على كتفه لان الهندي طالح انا قلت خلاص مات انا ورع قلت مات الله يرحمه يا ودي ابتسي ويجي كبير ذا ويطردنا وينحاشون كلبونا ما بقلنا حوله يقول ايه يقول الله يجعله يموت ما يدري يبطه والله ما كمل اسبوع يا ريجي الا جاي حادث ميت الهندي اي والله في العبره يا ريجي هذا هندي جاي من بلده يبي يبي يا سلام والناس يبطونه فهذا شيء ما يصلح اي والله يا ريجي انا ممكن ما وصلت الرساله صحيح لا لا صادق بس يعني حنا والهند مساكين وجايبون يا ريجي الله الله عليك يعني حنا والاجانب صحيح قصده حنا والاجانب شيء واحد نعم فمثل ما تحن على اخوك ترى السالفه هذه صحيح والله انه ميت صادق مات 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 عقبها باسبوع اسبوع ما كمل من الضربه يمكن على عرق الموت وصل لا ما مات الهندي ها اللي مات المود من بطنه بالحلق والله يا مشعل يمكن دعا عليه اي دعا عليه ايش اقول انا اقول الصواب الله يهديهم ذول لا حول ولا مظلوم الله والله باطه يجيب الحطبه طخ تذكر يوم ظلمتي ذاك اليوم قول يلا لا ما هدي يا ابو حنيف اه ظلمي خفيف بسيط والله قهوه والله انا ما اثر صوتي يعني انت تظلم واحد يدي عليك وتصير لك سبب ترى دعوه المظلوم ما بينه وبين الله حجاب صحيح هو لانه ما بيبدأ الثاني ومستغرب كبير سن وكبير سن متزوج وعليه عيال بعد قاعد الحين مشتاقين يعني صحيح احنا السعوديين طيب قفل الثنائيه احنا بسالفه يا ابن تعاملنا يا محمد يا محمد اريد لنا جو رجو امسك الاب امسك انا باقي صغير ما عليه لا ما عليه والله العظيم الحمد لله
اسلم احمد حنيف اسلم 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 احنا السعوديين ترى تعاملنا مع الاجانب ما شاء الله عز الله انا اشوف والله عليك يا هادي نادر تلقى في اصلا يا هادي انا ما ابغى ابيعك يا لبه الكويت يا شيخ تعال كويتي كويتي يا كويتي كويتي قلوبنا على بعض يا هادي تعال ايش هم مرض روحه يا هادي لا يبقى كويتي كل دول كويتي لا لا يا كويتي انه الكويتي يا عمري يا كويتي السعودي السعودي كويتي والكويتي صحيح قم قم كلا كلمه كل يقول خليج واحد السعودي كويتي والكويتي سعودي الله ما في سعودي الكلمه كمل كل ساعه انا اقول في بعض الكلمات تقولها من قوتها لازم انك تمشي كذا شوي لا فتح الاسواق يا سوري ولد اليوم ما في الكويت الحاله السعودي الحاله يعني نعيش سوا نموت سوا هذه مقوله الملك فهد الله يطول عمره فأنا أشوف التعامل أبوي يعني. مسجل واحد من العمال أنا أتوقع أنا أتوقع أنه مسجل واحد من العمال في كرة العالم من قوة أنه يخبل فيه يعني وهذا لا تعبر وتروس الماء وتأحد ونزع من الروس ولا ترسل ولا تقول له حرف فعلاً على شاشة التلفاز يوم الأحد أنا منسق حق أحضر من يحبه أحضر بلد قد له معه يمكن 17 سنة من يوم ورع ذا يا أخوي هو غريب من بلده لازم تعامل ذي المعامل وبعدين عربي هو يمني حتى لو يمني جايك من اليمن أنت في السعودية يعني غريب يعني مثل واحد ثاني هندي يخبل في بوي عنده العمال خط أحمر خذ اللي تبغى مني عمالي لا تقربهم ولا تحاكيهم هذول عمالي أنا أنت مالك دخل أنت نماي في منافسة بيننا الآن وهم ظنينا متصدرين علينا العمال بس والله أنا مثلك والله يا أبوي إن عندنا سوداني إنه فوق كل شيء نافخت عليه مرة بطني قال لا لا تنافخ عليه إيه؟ هذا مثل أخوك هذا جايك من السودان يدور الرزق تروح تنافخ عليه أي شيء تبيه منه بدب إن سواه ولا لا يسويه والله إذا كلام وما جاب الرضا ترى جاء من حد عاملنا حق الفيلم اللي طلع الصورتي ذاك اليوم ولا اسمه وديف عليه دعوة اسمه إيش وديف اللي طلعوا ذاك اليوم صورة يوم رأس يوم من كشف الحساب هذا جاء وهو لحد الآن وهو فيه هو نفسه يشوف نفسه أحيانا ما يطب عزيز نفسه وهو ولا شيء أرحب يا نادر هو يعلمنا بترتيب أرحب وسود أرحب دندر هو ولا شيء علمنا أنهم قبائل هم هناك قبائل سريح وش يقول إن شيء يعني أكثر شيء عندنا وغناتنا وشو اللي يملك له مزرعة كبيرة فيها رز وفيها طحين مزارع الكبار إيه؟ وجاي فيه يمكن نسبة 2% تشبع يعني مهم أما ذا ولا قال له كان جاي يوم ونبربي أنا كان يضيفان وعندي عشاء قم رتب وسوي الفرشة وكل شيء وأنا عني بجايبك بالأغراض جايب الكذبية حلم كاني جيت وما سوى شيء وتعرف وقتها اللي عزم الرياجيل مشتر نعم حتى الجرك لو اقول مثلك عطني جرك كل ما هناك وما تجيبه صحت ترى ما غلاحن هناك ايه اصيح عليك يعني اهم شيء الضيف ذا قد يطينة فينا ايه الوكاد احسن شيء ما سوى شيء وانا اجي عند الباب وهو طالع مع الباب ولاني داخل مع الباب مع الباب وحط صدري في صدره وقريب خلاص منه كذا ايش فيه قال شيء عندي عشاء وعندي رجل عندي ضفان واقول ميدك لي ساعتين رتب الامور ذي له مرتبته ايش المشكله وهو كان يوريني لمسات القوه عنده يصد مني سمعت فحسيت انها شوي في يوم من جيت وحطيت صدر في صدر ووجهي في وجهي كذا بتكلم عليه الا يوم قال كذا مره سمعت شفت فيه علامه الضعف مره والله العظيم اني افتح عن هالدرب اللي ما عاد قلت له حاجه رحت فرشت انا ويوم شافني افرش جاء وعاوني وحط لي ولكن تدري كيف تمسك العامل حطه كان ذيك الايام يطلب مني بطاقه شحن يبي بطاقه شحن بس ما يطلب ليش؟ لان انا معطيه راتبه وزود على راتبه ايش؟ معيشته ان هي ياكل منها زودت 500 قلت 500 تبيها عندي انا اجيب لك معيشه ولا اعطيك اياها ومعيشتك عليه قال لا اعطني ومعيشتي علي دخل صار يرسلها كلها ياخذ له معيشه حقت شهر يمكن 300 ريال و200 بطاقه شحن زي كذا وكاني هي بيطلب بطاقه شحن اعطيته مره واحده المره الثانيه استحمل واجي واعطيها انا بطاقه شحن ايه
كان ذيك الايام ما اعطيت انا اتجت عندي ناقه وجاتني بكره زينه وفرحت بها انا وجيت وعطيته جوال هدي هو يجيك مايل مره كلها لي واجي يوم من ثاني واعطيه بطاقه شحن اقسم بالله ان كان هو واحد من عيالي للحين كان هو واحد من عيالي يعني اخوي السبير احيانا يطلب به واخوي الثاني ما نفس نظام العمان انا والله العظيم اني اقول سوي كذا واصد اني ما اخذ ثلاث دقائق الا انت ولا هو مخلص كل شيء واللي يبي ويسولف معي ولا يرتاح الا معي في العامل خلي مثل اخوك وشرط انه يعطيك جميع الخدمات اللي انت تبيها واطلق من اخوك صادق في دعاء في مو دعاء حديث الرسول الله صلى الله عليه وسلم عليه اللي يقول فيما معناه فيما معناه اللي هو الاجير عط الاجر اجر قبل هذا اذا وعدته لا توعد العمل وانت تكذب عليه ايه بس يمكن انت هو يحسب انك بتجيبها وما جبتها فانكسر خاطره إيه وما كلم اذا قلت بجيب لك طاقه شحم ولا بجيب لك عيشه ولا وعد ترى العامل اعوذ بالله يعني الوعد لو تقول بجيب لك بكره كاسه تحرك لان تجي إيه كاسه شوف ما تعني لنا شيء حتى لو مو مسلم انك وعدت حتى اللي عندي مو إيه مو مسلم هندوس او زي عندهم وعد خلاص وعد ما عاد اتكلم انا وياه في الدين ما تخلف في الدين اقول تكفى يا ودي اسلم على يدي ولك اللي تبي ابي واحد يسلم علي تكفى قال يا مسفر الموضوع انت ما فهمت انت الحين واثق من دينك تني الاسلام واثق شهد ان لا اله الا الله محمد رسول قال ابيك تقول دي قال شفت مثل ما انت واثق في دينك قال انا واثق من دينك فأنا وأنت يقول ما لنا دم قلت له قال طلع أنا مبطون من على دين أنا طلعت على دين وأنت طلعت على دين صعب هذا الحين أغير الحين لو أقول ما يدك أدخل في الهندوس إيه تقدر قلت أعوذ بالله قال أنا أقول أعوذ بالله بس ممكن لكن قلت ذا الحين إيه قلت الله ذا الحين عندك أنت وين هذا الصنم ذا الله عندي أقول أنا قال لا هذا نستدعيه ونسترضيه لكن احنا نعرف كل بون احد ان الله هو يود يعرفون ربي هو بس ما يسمع الرب واحد بس معتقداتهم في المعتقدات دي إيه؟ عندنا عامل فعي والله اني تعس ورا ما شاء الله يقول دام يحبك بي 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 ها مع الوقت بيقبل كم له معك الحين الا هذا الحين اربع خمس خمس سنوات اجيب له واحد من طينته يقنعه ما يقد حاول تقنعه باسلوب والله يبيض وجهك فتحت لنا الباب ذا والله اما العامل والهندي يلطف عليه بقدر ما العامل بشكل عام بشكل عام في بعض العمال في بعض العمال مثل ما قال مسفر ما تقدر اذكر في عامل حرجته ما تقدر هو كافر ما هو مسلم حرجته يا ولد اسلم يا ولد اسلم يا ولد اسلم قال انا من داخلي ودي اسلم ودي ايدي صغيرة لكن وش يرضي اللي رجعت بكره وش يرضيهم؟ وش يرضيهم يا ابوي صدقت على طول صدقت وراني شنو رقبت صدقت لا انا ودي اسلم في ناس صدق يبغون يسلمون بس خايفين لكن إيه؟ خايف من اللي رجعت خايف اللي رجعت عمي هندي قاعد عنده 3 سنين قال عمي ليه ما تصلي من ذاك الكلام؟ قال انا ودي بس لو اروح الهند يذبحوني اهلي يعني هناك جماعته كل وهم نفسه ولا يعبد يا رجل لحيله حيطه حيده 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 ابد سلوكه حصل يحطها قدام ويلا هو قادر انكم ما انتم صح وانا خطا بس يقول ما اقدر هم يعرفون الله عندنا عامل احنا بالعزبه ما ادري وش ديانته ما شاء الله بسم الله الله اكبر الحمد لله يعرف تعود عليكم مقتنع تعود عارف ان الله بس ما هم يخافون اللي وراهم هل هم عطونا موضوع ثاني محمد شنو السبحه زين محمد سم محمد قال بنعه اصدمكم شيء محمد صار يقرا كتب والله على وجهك انا اشوف الثقافه والاسلوب امس ما تلاحظ ان النور شغال ترى مو عن شيء مو عشان حنسولف عشان محمد يقرا كتاب هذا اللي يطلع من بيتهم يروح تحت عمود الاناره كتاب منه عشان ما يزعج الناس إيه. ويقرا ولا اللي يروح دانكن ولا تزعجوني الله. تخيل كتاب منو؟ تعمل ترى باشر تبي تصويت شباب سبقي دير بالك هذه ترى المفروض تحسن علاقتك والله كتاب شنو؟ شو اسمه؟ اللي كاتبه منو؟ طلحه لا بالعكس لا 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 مشي مشي الليلة مشي الليلة الملكة اليزابيث الله دائما ما يقرأ من الملوك الا الملوك الله شو؟ يا اخي انت ايش تبغى؟ ها؟
انت ايش تبغى خوي قبل برنامج ايش فيك لا لا انت تحريج نواجد يعني ايش تبغى يعني معزه غلط يا اخي ترك حرشت نواجد معزه غلط انا كان المفروض ما انت انت اقصر انت طلعت فوق أيوه انا ما عاد لحقت عليك عرفت كيف الطريق المره الجايه نط عيدها يا رب اعلمكم شو يلا ها اوه عفوا الله يا ربع جاني ربع من الكويت ومحمد ايام بثار كنا انا وياه قلبين في في جسد واحد قلب جسدين في قلب قلبين في جسد جسدين في قلب يعني ذاك يسلم بس تعرف الحين قام يقرا كتب صار اثقف مني يعني شيء اكثر ثقافه لا من اللي يوصل مواصيلك ابو عساف المهم جاء كان اول ما قعدت كان يقول هم الكويتيين كلهم مثلك يعني يسيك قلت لا لا ربي عادي ويا قاعد هي الربع وانا اجلس قلت يا الربع خوي محمد ال دنعه واعرف عليه الشباب يجلسون ويا قاعد الرجال الرزين اللي ساعتين ونص سوالفن والربع ماخذين اي ولا والشباب متابعينه ومن فانزاته طبعا يعني الربع وقعدوا معاهم ساعتين يوم من طلع محمد كان يقول الله من ام من الشخصيه الراقيه هذه شنو الشخصيه المميزه هذه شنو اتوقع غير هذا الكلام محمد من الشخصيات اللي تدع بصمه ايجابيه في كل مكان يا الربع كون ترى ما قد توت على الكلام ذي كله والله الكلام الحق انقال والله انا لو اسوي عم عايد كنت ما اعرف انا فكنت بتقبل السؤال والشباب يعرفوه طبعا ان شاء الله بعد 90 يوم ان شاء الله تروحون الوادي بنقابله باذن الله عمنا ذاك ما وش اسمه من ذاك ظافر 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 ها عمي ظافر في الوادي ها في الوادي وادي بن اشبل ابي اشوف ابي اشوف ابي اشوف هدينا لا لا هدينا ولا تقفل ايوه اللي ام صديقة امك ما ادري وش انتو لا لا هدينا ولا تقفل خلاص يا من يشوف احد اليوم والله لا والله لا الا ان كان انا جماعة اي والله انا موت اسمع ليش كل شيء عشان يستاذه عشان ابراهيم لا يقول يكتب عليك اي من اقول انا محمد كذا ها اقول انا محمد كذا والله كبدك انتم اخواني ما عاد ما يحتاج الله يسعدكم الله يبارك يا والله ابو جابر ها انا هب كيف حالك الله يعافيك هبلنا ما عندك عندك المعلم الاول رجيت العظيمة الرجال لي قط ما خيب رجاما رجا جل الجليل تعالى ما لي ولا لي سواها التجي له وقصده وانصاه والجايل أرجي ولا رجيلي يا من رجيت إلا عظيم الرجال لقط ما خيب رجاما جل الجليل تعالى ما لي ولا لي سواه تجيلا وقصدا وانصاها والجايل الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله